السلام عليكم ورحمة الله. إذن ماذا بعد خطبة الجمعة؟ بعد أن أعلن ترامب بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، من بعد يومين ما داز وحنا كنتسناو بأن تكون واحد الخطبة اللي تقدر تقول جميع الأمة الإسلامية كيفية نصرة الأقصى، إذ بنا نتفاجأ بأن هاد الناس هادو كيتغاضوا على هذا الأمر. هاد الناس هادو ما بغاوش يوريو لهاد الناس كيفاش غنصروا الأقصى. الأقصى كيضيع، كنشوف بأن الأمة الإسلامية كل واحد ملاهي في الشغال ديالو، الخطبة هي سالت كل واحد متجه نحو الأعمال ديالو، كأن هذا القدس لا يهم أي أحد. القدس الذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعادل 500 صلاة هو الآن في يد اليهود، من بعد ما فتحوا عمر الفاروق رضي الله عنه، من بعد ما فتحوا صلاح الدين الأيوبي، نحن اليوم نشهد بأن القدس يضيع بين أيدينا. حنا في واحد النهار اللي هو تاريخي واللي كنسميه يوم مشؤوم بالنسبة للأمة الإسلامية، كيف يمكننا أن ننصر الأقصى؟ كما تلاحظون جميع الشعوب المسلمة لا تبالي، كل واحد غيمشي يضرب الكسكسو ديالو، كل واحد غيمشي يرتاح مع وليداته، كأن الأقصى لا يهمهم بشيء. وتتحدثون عن الأقصى، وتتحدثون عن زعماء العرب، وتتحدثون عن الخونة. عن أي خونة تتحدثون؟ من هم الخونة الآن؟ لاحظوا الشعوب كيف تتعامل مع موضوع اللي هو مهم يهم تاريخنا الإسلامي. لاحظ الشعوب كيف تتعامل كأن هذا الشيء لا يهم. أنا الأقصى مستعد أن أضحي بالأقصى بحياتي، أنا مستعد أن أشد الرحال من يوم غد، ولكن اش غنديروا مع هاد الناس؟ اش غنديروا مع هاد الخوان؟ اش غنديروا مع هاد الناس هادو اللي زمطونا، اللي سكتوا كلمه الحق؟ الاقصى كيضيع، ما غنسكتوش على الاقصى. مسجد الاقصى اللي خلاو لينا الاجداد ديالنا، حنا اليوم كنشوفوه كيضيع بين ايدينا وساكتين على هاد المهزله. راه كنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خطيب الجمعه كنا كنتظروا يورينا الطريقه كيفاش نصروا الأقصى وكيفاش نصروا مسجد الأقصى، إذ به يقول لنا كيف نعتني بالمساجد الإسلامية. المساجد ضاعت. أنا اليوم بمدينة الفقيه بن صالح بمسجد حدا شارع الحسن الثاني، يمكن صراحة ما كنتش كنتظاهر هاد الجمعة هكا. صراحة كنقول فينا هما الجمعيات المسلمة؟ فينا هما الجمعيات الحقوقية؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الأقصى ضاعت، الأقصى تضيع. اليوم غيش التاريخ على أي واحد، اليوم غيش التاريخ على الأمة الإسلامية وعلى أي واحد مغربي. أشنو دار الأقصى؟ اليوم غيش التاريخ على أي واحد من هاد الناس اللي صلاو الجمعة ومشاو كأنه ما طرا والو في العالم. اليوم غيشهد عليا الله سبحانه وتعالى وغنتساءل أمام الله، يوم أن أعلن ترامب لعنة الله عليه بأن الأقصى عاصمة لإسرائيل، ماذا فعلت أنا؟ وماذا فعل هاد الناس هادو؟ راه غنقول الله سبحانه وتعالى بأنني ضعيف، وبأنني أوكل أمري لله عز وجل، وبأن الأقصى أقصانا. وأنا كنقول الرئيس لجنة القدس الملك البلاد أن يضرب بضربة من حديد على هاد الناس هادو. أنا مستعد أنني نضحي نموت بالجوع، ولكن ما يتنازلش وما يخضعش لأمريكا وإسرائيل. نحن وراءك يا أمير المؤمنين، ما تخلاش وما تنازلش. الأقصى أقصانا ولن نتنازل ابدا، لن نتنازل ابدا. نحن امه مسلمه سكتنا عن الحق وقهرنا الفساد. نحن امه مسلمه، الاسلام اصبح مجرد ميكا، العقيده ديالنا فسدات، حتى واحد ما قدر يقول كلمه الحق. كل واحد فينا مقابل راسي يا راسي، ولينا كنشوفوا الفساد في الدروبه وساكتين. وحنا اليوم كنجنيو التمار ديالو. القدس هي ضاعت، مازال الحرمين غيضيع، ومازال الفساد غيدخل حتى لديورنا وغنسكتوا. علاش؟ حيت العقيده ديالنا فاسده، ما كنقدروش نقولوا كلمه الحق. نسينا الله وعبدنا البشر، نسينا الله سبحانه وتعالى، ولنا كنخافوا من بني ادم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اي واحد تجابن وخذل القضيه الفلسطينيه اللي هي قضيه الامه،
القدس اللي صليتي فيها كأنك صليتي 500 ركعة. القدس فتحها صلاح الدين الأيوبي وعمر الفاروق، وحنا ضيعنا في 2017. حنا كاملين مسؤولين، الأمة الإسلامية كاملة مسؤولة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولن نتنازل أبدا. ويوم يوم الأحد أنا حاضر بالرباط، هذا سيدي حاضر بالرباط، وإلا إن شاء الله تلقات الدولة المغربية زيارة المسجد الأقصى غنكون أول الزائرين. باسبور ديالي نحضرو ونحضر، نبيع داكشي اللي عندي نبيعو ونمشي نصلي في مسجد الأقصى، لن أتنازل. والسلام عليكم ورحمة الله أخوتي.